مرحبا بكم أصدقائي، نرجع لكم مرة أخرى. نعرف طولت الغيبة على غالب، مي شرحنا اليوم كيفاش تشري بيتكوين ولا يو اس دي تي بالدينار التونسي. نعرف الكريبتو موني ولا توندونس في العالم، مش كان في تونس، برشا شباب في تونس حب يدخل يتريدي ولا ينفستي ولا يشري عملة ويستكيها على باش يدخل شوية مصروف ولا يعاون روحه. طب قالوا المشكل كيفاش باش يشري يو اس دي تي، خصوصا انه التحايل ولا زاد ظاهرة كبيرة في تونس، والتعامل اونليني والبنوك التونسية ما تسمحلكش انك تاخذ كارت تشري بها ولا تخلص بها. الفيديو نتاع اليوم كيفاش تشري عملة صعبة بالدينار، يتبعوا بالضبط الفيديو الثاني كيفاش تحصل على ماستر كارد، كيف تشارجيها من بينونس بالكريبتو موني، ما تخولك انك تعمل لي بيمون تاعك كوليني سواء فيسبوك انستغرام اللي حاب يعمل سبونسورينغ ويدبر شويه مصروف. دونك ما تنساوش تعملوا ابوني في القناه، ونبداو مع بعضنا في الشرح. طريقه اليوم، ما تستحق الا تطبيق دي دي سيت، الكارت تاخو دينار سمارت من البريد التونسي، سومها 15 دينار، تصب فيها فلوس ومن بعد تمشي الى البير تو بير تريدينغ. منصه بينونس تعطيك خاصيه البير تو بير اللي هو تنجم تتعامل مع عباد مقابل انه تعطيه دينارات يشحن لك هو الحساب نتاعك باش تشري يو اس دي تي ولا بيتكوين ولا اللي هو. نبداو ديريكت في الشرح نتاعنا كيما تعودنا. مرحبا بكم من جديد. بعد ما دخلنا البير تو بير تريدينغ، اول حاجه نعملوها نمشيو نعملو السيت اب نتاعنا. كالعاده ننزلو لهنا، نمشيو الميثود دو بايمون باش ناجوتيو الدي دي سيت. الدي دي سيت تعامل برقم التليفون، بعد ما تعمل لها الاكتيفاسيون تلقى معناها البيانات نتاع في الجواب نتاع الكارت، تلقى البيانات اللي تستحقها الكل باش تكتيفي التطبيق نتاع الدي دي سيت. جوست لهنا باش تمشي باش تختار بوست باي وباش تحط رقم الدي دي سيت وتعمل سيف هكاك، تسجل الرقم نتاعك كطريقه للتعامل. دونك بعد ما انت تسجل المود دو بايمون نتاعك باش تمشي لهنا باش تختار الفيات اللي هي العمله. احنا باش ندفعوا كما تفهمنا بالدينار التونسي، باش يخرجونا البائعين هذوما الكل، ما تخافوش. دونك منصه بينونس تحميك. لهنا باش تلقى اسم البائع كيما لهنا تراستد سيلر تونس، لهنا باش تلقى تو معناه تقريبا واحد يو اس دي تي قداش يتكلف. لهنا يبيع 3.64 اللي يعتبر سوم مرتفع نظرا انه الدينار التونسي على غالب ماكل على راسه. ولهنا معناه باش تلقى المبلغ المتوفر للبيع، السيد هذايا عارض للبيع 272 يو اس دي تي. نقولوا احنا نفترضوا ان باش نشريو من عند السيد هذايا بما قيمته مثلا 100 دينار، 100 دينار تجيب لنا تقريبا 27.5 كعبه يو اس دي تي. باش نمشيو نعملو نعديو الاوردر نتاع الباي، باش تحل لنا الانترفاس نتاع البيمون اللي لهنا، باش نشوفوا البيانات نتاع البائع مثال الرقم دي دي سيت اللي باش تبعث عليه الفلوس. كيف باش يتحلك لهنا الشات، تنجم تحكي معاه بما انه تونسي، نحكيه معاه نتفاهموا معاه على كل شيء، وباش تعمل له فيرسمون على الرقم هذا من تطبيق الدي دي سيت. معناها باش تحل تليفونك تكوبي الرقم هذا وتبعث المبلغ ال 100 دينار تقريبا، باش تبعث 101 على خاطر دي دي سيت فيها 1% فري، وغالبا معناها المتعارف عليه انه الفري يدفعوا المرسل مش البائع، اللي باش يشري هو اللي يخلص الفري مش البائع. دونك لهنا جاوبنا، خلينا النومرو نتاعو، نحلو التليفون نبعثوا له على دي دي سيت. تو نخلي لكم ديجا هاو تشوفوا لهنا قال 101، ومن بعد تو هبت لكم الكابتشير كروم اللي انا بعث له 101، ونستناو الاوردر مع بعضنا. لهنا اصدقائي نرجعوا للفيديو نتاعنا، كيما نشوفوا لهنا قدامنا الكابتشير كرون، انا بعثت 101 للرقم هذاك. بعد ما انت تبعث المونطون المتفقين عليه تمشي لهنا الى ترانسفيرد نوتيفاي سيلر، وتقول لهنا اي هاف ميد بيمنت، معناها انا دفعت، اتكونفيرمي اللي انت بعثت الفلوس للسيد هذاك. البائع لهنا باش يتاكد انه فلوسه وصلوه وباش يسيب لك الكريبتو. وبهذه الطريقه تنجم تشري يو اس دي تي ولا بيتكوين ولا اللي هو بالدينار التونسي بضمير انه ما يتحايل عليك حد. دونك الفيديو نتاعنا ان شاء الله ملخص، ان شاء الله عجبكم. الفيديو الثاني اللي بعد هذا ان شاء الله باش نوريكم كيفاش تحصل على ماستر كارد. نعرف المشاكل نتاع الدفع، تجيني برشا استفسارات كيفاش تحصل على ماستر كارد تشدك 5 سنين تخدم بالكريبتو، تخلص فيسبوك وانستغرام وتبعد على المشاكل. نعرف بيسيرا سكرت ووايز قاعد يسكر في الكونتيت، وعندنا برشا مشاكل في تونس. دونك ما تنساوش تعملوا ابوني في القناه باش يوصلكم كل جديد. لهنا باش نستناو البائع، معناه هو جوست لهنا باش يتاكد انه الفلوس وصلت له. كيما نشوفوا لهنا احنا بعثنا له فلوسه وسايب لنا الكريبتو. هاكم معايا باش تشوفوا كل شيء بالتفصيل. دونك لهنا كيما نشوفوا اوردر كومبليتد، معناها سيتاكد انه الفلوس وصلت له. وين تلقى الفلوس؟ اذا شريت بالطريقه هذه باش تلقاها في المحفظه نتاع
فاوندينغ، خاطر تعاملات البير تو بير الكل تجي ديما في المحفظه نتاع فاوندينغ. الفلوس اللي خديناهم كيما تشوفوا لهنا بالدينار التونسي، ما عليك الا تمشي تهزهم معناها من الفاوندينغ باش تهزهم للسبوت من المحفظه نتاع فاوندينغ باش تعديهم من المحفظه نتاع فياتي سبوت. وبهذه الطريقه ديجا انا عندي لهنا الكلهم في المحفظه نتاع فاوندينغ فلوسي الكل، تعديهم للسبوت. وبهذه الطريقه هاكم شفنا مع بعضنا كيفاش تاخذ يو اس دي تي ولا اي عمله رقميه بالدينار التونسي، ما بتضمن انه ما يتحايل عليك حد. دونك الفيديو الثاني هو فيديو الماستر كارد تاعهم الوابوني. ميرسي بوكو والى اللقاء. اخبار، سياسه، تقنيه، محتوى مختلف بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.